جربت الحكومات السابقة وفي أكثر من مرة خلق الثروة في البلديات، لكن أغلب المحاولات لم تثمر بالنتائج المرجوة، لذا كان التوجه نحو برنامج مختلف عله يأتي بالنفع هذه المرة. في هذا البرنامج احنا حبينا نشاركه اليوم في اتخاذ كل القرارات في إطار تمويل المؤسسات، نشاركه الجماعات المحلية. قال بلدية من البلديات حبيت نخلق فيها الثروة، ربما احنا نطلبه من الوكالة، قال أعطينا فكرة على المنطقة هذه ما يمكن استحداثه من مؤسسات. دير في بالك احنا العمل اللي راح يقوم به سيه عمل إداري بدرجة الأولى، لكن هذاك رئيس بلدية والله هذاك الممثل على المستوى المحلي والله رئيس الجمعية على المستوى المحلي يعرف أهل المنطقة، يعرف يعني ويعرف حاجات تلك المنطقة ربما أفضل من أي شخص آخر. راح هذوك الناس هذ الجماعات المحلية هما اللي راح يوضعوا الخطة ويضعوا استراتيجية لتمويل تلك المنطقة. إذا تحدثنا على خلق الثروة على المستوى المحلي هكذا راح تكون تسهيلات عديدة يعيد بها المسؤولون على رأس وكالات دعم المشاريع المصغرة لإنجاح البرنامج. خريطة النشاطات هذه هي تتمحور حول ثلاث محاور كبرى. المحور الأول هو الاحتياجات المحلية اللي راح تمر عبر البلديات مع كل ما تمثله من المنتخبين اللي هما يعني يقدروا يحصروا هذه الاحتياجات المحلية. المحور الثاني هو المحور مع مختلف القطاعات الأخرى، أي سي لابروش بار فيليار. المحور الثالث هو المحور الابتكار وكل ما هو يعني ابتكار و لافالوريزاسيون دو لا ريشيرش سيانتيفيك. وهذا اللي باش نعرفوا يعني من الناحيه الميدانيه ما هي يعني الطلبات نتاعهم يعني من حيث الميدان، لانه ممكن المشاريع التي قد تصلح يعني في بلديه ما قد لا تصلح في بلديه اخرى، ممكن ان هذه البلديه يمكن ان يكون فيها تشبع مثلا لمشاريع معينه. خلق الثروه بالبلديات اصبح اليوم اكثر من ضروره، خاصه مع تاكل احتياطي الصرف وتوجه الحكومة إلى التنويع الاقتصادي.